متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية في المملكة خلال الأيام القادمة. كما نلاحظ عبر هذه الخريطة أيضا السمة الأساسية للأحوال الجوية التي سادت المملكة يوم أمس الأربعاء واليوم الخميس وخلال اليومين القادمين هو تقدم لحوض علوي بارد وكتلة هوائية باردة فوق مناطق بلاد الشام وشمال مصر. يعمل ذلك على تدفق تيارات هوائية استوائية رطبة في طبقات الجو المتوسطة والعليا في مناطق جنوب غرب ووسط وشمال شرق المملكة، وأيضا يترافق ذلك مع تحرك واندفاع لكتلة هوائية حارة باتجاه مناطق جنوب شرق المملكة ومناطق أيضا شرق المملكة، وهذا يعمل على هطول بعض الأمطار الرعدية خلال ساعات عصر ومساء كل يوم. في المقابل هناك ارتفاع كبير على درجات الحرارة في مناطق الجنوب وجنوب شرق وشرق المملكة، وانخفاض على درجات الحرارة في المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المملكة. نبدأ دائما توقعات الأحوال الجوية وبالتفصيل خلال الأيام القادمة عبر آخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة، والتي تشير إلى خلو سماء المملكة من تواجد السحب والغيوم خلال ساعات الصباح والظهيرة. ولكن كما نلاحظ بدأ تشكيلات وتشكل للسحب الرعدية الممطرة مع ساعات العصر في مناطق جنوب غرب المملكة، امتدادا إلى بعض مناطق القصيم ووصول إلى المناطق الشمالية الشرقية من المملكة. وكما تحدثنا إذن هذه هي السمة الأساسية للأحوال الجوية في المملكة خلال الأيام الماضية وبعض وخلال اليومين القادمين. نستعرض زاوية الخرائط توقعات درجات الحرارة. إذن هذه الألوان، اللون الأحمر يعني درجات حرارة مرتفعة للغاية، اللون الأصفر وكلما دخلنا اللون الأخضر والأزرق تعني درجات حرارة أقل ارتفاعا وهي منخفضة. عموما إذا كما نلاحظ وجود هذه الكتلة الهوائية باردة فوق مناطق شمال غرب المملكة وبلاد الشام، يعمل على اندفاع هواء ساخن وحار باتجاه مناطق وسط وجنوب جنوب شرق وأيضا إلى المناطق الشمالية الشرقية. درجات حرارة تصل إلى حدود يعني تقريبا 40 درجة مئوية في بعض مناطق مما فيها العاصمة الرياض. خلال ساعات نهار يوم الغد كما نلاحظ تصل في المناطق الساحلية المطلة على الخليج العربي إلى أكثر من 40 درجة مئوية، بما في ذلك مدينة الدمام. في العاصمة الرياض تقريبا بين 38 و40 درجة مئوية، وكذلك الحال في أغلب مناطق جنوب شرق المملكة وجنوب المملكة. كما نلاحظ كلما اتجهنا باتجاه الشمال الغربي حائل سكاكا وتبوك درجات حرارة أقل ويعني منخفضة بالمقارنة مع درجات الحرارة في هذه المناطق. وفي الحد الفاصل ما بين المناطق الباردة والمناطق الساخنة هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي التي تؤدي إلى هطول هذه الأمطار الرعدية. خلال ساعات نهار يوم السبت الأمور ستكون مختلفة، لأن الهواء البارد الساخن يبدأ بالانسحاب بالاتجاه الجنوبي الشرقي مبتعدا عن المناطق الوسطى، ذلك ناتج لتدفق هذا الهواء البارد باتجاه مناطق أكثر داخلية في المملكة العربية السعودية، وبالتالي حتى درجات ستنخفض بشكل لافت على العاصمة الرياض بحدود 5 درجات مئوية عما كانت عليه يوم الجمعة. وأيضا ينتقل الخط الذي شاهدناه خلال الأيام الماضية والحزام المطري الذي يفصل بين الكتلتين أكثر جنوبا ليشمل بعض مناطق الرياض بمشيئة الله تعالى خلال ساعات النهار. انتقالنا لتوقعات الأمطار وبالتفصيل، فكما نلاحظ مساء هذا اليوم المناطق التي يتوقع أن تهطل بها زخات من الأمطار، هذه الأمطار ذات طبيعة رعدية وتكون غزيرة ومترافقة مع البرد، ولكن كل ذلك يحدث في نطاقات جغرافية ضيقة، ويعمل ذلك على حدوث وتشكل السيول وجريان الأودية امتدادا من المناطق الجنوبية الغربية وصولا إلى بعض المناطق الشرقية من المدينة المنورة وصولا إلى القصيم بشكل أساسي ووصولا إلى حفر الباطن والمناطق الشمالية الشرقية، بعض الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية من حائل والأطراف الشمالية من العاصمة الرياض. هذه هي السمة الأساسية لتوقعات الأمطار الرعدية مساء هذا اليوم بمشيئة الله تعالى. وخلال ساعات الليل تستمر هذه الأمطار الرعدية على شكل زخات عشوائية في هذه المناطق، وربما تصل بعض منها أجزاء والأحياء من العاصمة الرياض بمشيئة الله تعالى. لكن نلاحظ غدا هناك اختلاف في موقع هذا الحزام الماطر، فكما نلاحظ كان هذا الحزام ممتد في أكثر المناطق الشمالية، لكن يمتد جنوبا أكثر مع ساعات مساء يوم الجمعة أي غدا مساء. يتوقع أن تشهد بعض مناطق العاصمة الرياض وجنوب غرب المملكة والمناطق الشمالية الشرقية بما فيها الأجزاء أو المدن الشرقية المطلة على الخليج العربي هطولا لزخات رعدية عشوائية من الأمطار، قد تكون أحيانا غزيرة وتسبق بنشاط للرياح مما يعمل على إثارة الأتربة والرمال. إذن هذه هي التوقعات للأمطار في ساعات مساء يوم الجمعة.
بشكل عام ميزت هذه الأمطار أنها تنشط مع ساعات المساء والليل، وتكون أضعف ما يمكن خلال ساعات الصباح والظهيرة، وبالتالي دائما تنشط هذه السحب الرعدية مع ساعات العصر والمساء. غدا الجمعة بعض الأمطار متوقعة على أقصى المناطق الشمالية تحديدا في منطقة الطريف في ساعات المساء، ولكن الفرصة إجمالا ليست قوية. انتقالا لتوقعات العاصمة الرياض، إذا الأجواء غدا في ساعات النهار غائمة جزئيا ولكنها حارة، تقريبا تصل درجة الحرارة إلى 39 درجة مئوية، قريب ال 40 مئوي في العاصمة الرياض. وبالمناسبة هذه درجة الحرارة أعلى بكثير من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، ولكن كما تحدثنا مع ساعات المساء تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية في العاصمة الرياض. كما سنلاحظ إذا توقعات الثلاثة أيام القادمة، إذا نهارا أجواء غائمة جزئيا 39، ولكن تهبط إلى 25 مع أمطار رعدية كفرصة موجودة في ساعات ليلة الجمعة على السبت في العاصمة الرياض. أما يوم السبت فنلاحظ أصبحت الحرارة 35، يعني انتقلت من 39 إلى 35، تقريبا 4 إلى 5 درجات فرق، وهو بداية انحسار الكتلة الهوائية الحارة. أجواء غائمة جزئيا بوجه عام في ساعات النهار، تعود هناك فرصة لبعض الأمطار الرعدية في ساعات الليل في العاصمة الرياض، لكن يعني يعتقد أن الفرصة ستكون أضعف مما ستكون عليه ليلة الجمعة على السبت، ودرجة الحرارة الصغرى 21 درجة مئوية، والأجواء غائمة جزئيا نهار يوم الأحد 30 درجة مئوية، يعني 10 درجات مئوية الفرق ما بين يوم الجمعة ويوم الأحد مع أجواء غائمة جزئيا، وليلا 20 درجة مئوية مع أجواء غائمة جزئيا. بقية أيام الأسبوع هناك مراقبة حثيثة لاحتمالية تعرض المملكة لأحوال جوية غاية في عدم الاستقرار ومصحوبة بالأمطار الرعدية، خاصة مع نهاية الأسبوع المقبل. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية. دائما ندعوكم إلى الالتزام في منازلكم والمحافظة على صحتكم والامتثال لأوامر الحكومة في المملكة لمجابهة خطر تفشي فيروس كورونا، وأنا دائما ندعو لكم بالسلامة، ونتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع مباركة وسعيدة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.